علي عبد المعطي عبد الهادي، سني 55 سنة. إن شاء الله في 8/8 اللي جاي ده، اللي هو بعد كام يوم، هيكون عيد ميلادي. وهي فرصة يعني أولادي ناويين يحتفلوا بنجاحي مع عيد ميلادي. اليوم ده بالنسبة لي كان حلم، لأن هو بالنسبة لي عنق زجاجة. أولاً أنا خريج معهد ساليزيان دون بوسكو الإيطالي، اللي هو معهد فني صناعي. المجال كان قسم الكهرباء. أنا حاولت إن أنا أخش كلية حقوق، أنا طبعاً أمنيتي إن كنت أخش كلية حقوق. حاولت إن أنا أخش كلية حقوق عن طريق المعهد، اتضح إن هو ما ينفعش. حاولت إن أنا أخش عن طريق الجامعة المفتوحة، كان في مشكلة حضرت قدامي إن الجامعة المفتوحة غير معترف بيها في نقابة المحامين. ماشي؟ فاتجهت اتجاه إن أنا أبدأ من الإعدادية تاني، أولاً الإعدادية موجودة معايا. ماشي؟ جبت شهادة النجاح بتاع الإعدادية، وقدمت أولى ثانوي ونجحت الحمد لله في أول سنة، وطلعت تانية نجحت الحمد لله، وطلعت تالتة والحمد لله النهارده، يعني ربنا كلل النجاح. المذاكره اولا انا كنت بذاكر بالليل، الوقت تقريبا في حدود 3 ساعات، من ساعتين لثلاثه، لان انا كنت بلم الامور يعني زي ما بيقولوا يعني. طبعا ما خدتش دروس خصوصيه، ما جبتش ملازم مثلا بتاعت مدرسين ولا بتاع. انا كان اعتمادي الكلي على كتاب الوزاره والتدريب بتاع البوكلت. هو العربي الحاجه الوحيده اللي فيه طبعا النحو، الافعال والاعراب، هي دي اللي يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن. اما بقيه العربي فالحمد لله، يعني هو يعتبر النحو بس في العربي يعني، بس ده وبقية المواد اتكلمنا عنها. بقيه المواد الحمد لله كويسه، لان انا بالنسبه لي التاريخ عامه يعني باخده كقصه، يعني التاريخ انا باخده كقصه، وانا طبعا عندي خلفيات قبل كده وقريت كتير في التاريخ، فبالنسبه لي التاريخ والجغرافيا العمليه بالنسبه لي عمليه قصه، فكنت ايه سهله بالنسبه لي يعني. انا بوجه الشكر طبعا في الاول بعد ربنا سبحانه وتعالى لزوجتي واولادي واخواتي وسياده اللواء محمود منصور الاب الروحي بتاعي، ده بوجه له الشكر شكر يعني، مش عايز اقول لك يعني، لو قعدت اشكر الراجل ده مش هعرف اديله حقه. انا ان شاء الله امنيتي ان انا اخش كليه حقوق، واتمنى من الله ان المجموع التنسيقي يجيب لي كليه حقوق، ده ان انا بتمناه من ربنا سبحانه وتعالى يعني. وليا امنيه تانية طبعا، ان انا اقابل سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، نفسي اقابله.